مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول امين عام تيار اهل السنه في لبنان ربيع حداد. اهلا بك سيد ربيع. بدايه، ما الذي يميز هذه الانتخابات خاصه انها تجرى بعد 9 سنوات منذ اخر انتخابات النيابيه وفي ظل تعقد المشهد الاقليمي والدولي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحيه لك ولمشاهديك في كل مكان. الحقيقة هناك عدة أمور تميز هذه الانتخابات عن سابقيها. أولها أنها تجرى وفق القانون الانتخابي الجديد الذي تم يعني تشريعه قبل بضعة أشهر، والذي يفترض أنه يقر النسبية عوضا عن الأكثرية في الانتخابات، والذي نص عليه أصلا ميثاق الطائف الذي كان يهدف إلى إلغاء الطائفية السياسية في لبنان عبر القانون الانتخابي الجديد. لكن الشكل الذي تم إخراج هذا القانون به الحقيقة يعني في الظاهر وافق ميثاق الطائف، لكن في واقع الحال كرس الطائفية بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك عبر شعل لبنان 15 دائرة انتخابية عوضا أن يكون دائرة واحدة. فالانتخابات التي نحن يعني قاب قوسين أو أدنى من إجرائها غدا ستكون طائفية بامتياز، بل أن يعني المرشحون يزايدون على بعضهم البعض. فالشيعي يريد أن يثبت أنه أكثر شيعية من غيره، والمسيحي أكثر مسيحية من غيره، وهكذا. طيب، إلى أي مدى تتوقع تغييرا في أحجام الكتل السياسية ودخول وجوه جديدة ربما من المجتمع المدني إلى قبة البرلمان؟ سيكون هناك تغيير لا شك. يعني الكتل السابقة تم انتخابها وفق قانون الأكثرية الذي يعني كان يسمح بانتخاب يعني مرشحين بأعيانهم، أما الآن فلا بد أن الناخب ينتخب القائمة أو القائمة المرشحة في دائرة ما بأكملها، ولا يستطيع أن يستبدل يعني اسما باسم. فسيكون هناك لا شك تغير في الكتل، ولكن أنا أعتبر أن هذا التغيير سيكون تغييرا شكليا بسبب التجاذبات وتقسيم يعني مراكز القوى السياسية في البلد، مما يعني أننا لن نشهد كبير تغيير في مجريات الأمور حقيقة، سوى أن القانون الآن بالشكل الذي خرج به وستجرى الانتخابات وفقه. سيد ربيع، إذا سمحت لي، هل هناك تأثير على المستقيلين الذين رفضوا الانضواء تحت أحزاب لها أجندتها وتستفيد بشكل أو بآخر من صراع الكتل والمناطق؟ قد يكون هناك يعني في بداية الأمر بعض يعني التأثير لهؤلاء، لكن أتوقع أنه سرعان ما يعني سيتم لجمهم وإعادتهم إلى ما كانت الأمور عليه سابقا، بسبب أن هذا القانون كنت يعني سأذكر لك أنه سيكرس حقيقة حزب إيران وحركة أو الثنائي الشيعي بما يعرف الثنائي الشيعي على مرافق الدولة في لبنان. طيب، بشكل كذلك لم يسبق له مثيل. خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات علت الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد ومحاربة الفاسدين، بخلاف الانتخابات في السنوات الماضية التي كانت تطغى فيها الاعتبارات الطائفية. هل لذلك أي انعكاسات متوقعة على حجم المشاركة في الانتخابات ونتائجها كذلك؟ مما لا شك فيه أخي أن يعني كان هناك شريحة واسعة من اللبنانيين، لسيما في وسط الشباب ومجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني، التي كانت تعول على هذه الانتخابات لإحداث تغييرات جذرية وإصلاحية في المشهد السياسي في لبنان. لكن بعد أن تم إقرار القانون الانتخابي بشكله الأخير، يعني فقدت الكثير من هذه المجموعات الآمال التي كانت تعلقها على هذه الانتخابات، ولذلك قد يعني المشاركة ستكون تماما كما يعني شهدنا في السنوات السابقة. نعم. تقليدية. الناخب اللبناني للأسف ينتخب يعني وفق
التاريخ السياسي لعائلته نعم. وليس وفق قناعاته الوطنية. السيد ربيع حداد أمين عام تيار أهل السنة في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.